مش حارضخ لا لوصاية من المحكمة الدولية ولا لأي وصاية أخرى. نحن بجلسة بالتضامن مع الإعلام بلبنان. عم يستغلوا اللي صار مع الأخبار والجديد ليجعلوا كل وسائل الإعلام أنها تمتنع عن المعارضة. المحكمة الدولية بعلمة هي موجودة لتحاكم قتلة شهيد رفيق الحريري، مش موجودة لحتى تحاكم جسم الصحابي. ونتابع هذه الحلقة مع ضيفينا المحامي رشاد سلامي ونقيب المحررين اليسعون. بالطبع نحاول الاتصال مجددا بنائب رئيس مجلس إدارة الجديد كرمة خياط، ولكن يبدو أنه أيضا حتى خطوط التليفون من هون للهاي في مشكلة فيها. على كل حال إذا عدنا تواصلنا معه قبل نهاية الحلقة بنرجع منتابع الحديث معه، وإذا لا رح منتابع أيضا طبعا الحديث معكم. استاذ رشاد سلامي بتقول انه توجهت برساله الى وزير الاعلام رمزي جريج وتمنيت فيها عليه تغليب موقعه الدستوري وشخصه كمرجع قانوني ونقابي سابق على هواه السياسي، فيبادر الى الدفاع عن لبنان من خلال الدفاع عن وسائل اعلامه وعن صحفييه بحيث لا يشكل صمته تواطؤا مع الاجراءات التعسفيه حسب ما ذكرت. هذه الرسالة شو الإيد جواب أو صدى عليها؟ هي فعلا مناشدة مضمونة، طبعا واضح مضمونة أنه يتصرف كوزير إعلام بحكومة لبنان. شو اللي بيقدر يعمله؟ بالحقيقة صلاحيته محدودة كتير. هلأ بقول لك وين التقاطع البعض باقي يلي بيعود للسلطة القضائية بلبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان، حتى مش على مستوى وزير العدل. في شيء كان ممكن أو بيصير ممكن بحالات معينة، وهي أنه الحكومة اللبنانية إذا لقيت أنه في تدبير معين، قرار معين صادر عن المحكمة ممكن أنه يسيء إلى المصلحة اللبنانية مثل ما بتقدرها الحكومة اللبنانية، بتقدر تستأنف قرار لمحكمة الاستئناف. محكمة استئناف ضمن المحكمة إلى حق أن توقف هذا التدبير. هلأ ما مطلوب من هالحكومة هيدي أنه تعمل هالشي. أنا قلت أنه صلاحيات وزير العدل محدودة كتير. سمعت اليوم شو قال الوزير العدل الحالي أشرف ريفي، الحقيقة هو ما بيملك الصلاحيات يلي حكي عنها. صلاحية التوقيف إبراهيم الأمين وكرم الخياط فيما لو طلبت المحكمة الدولية ذلك، مش ما بعود له. خلينا نوضح هذا المراسل. عم بقول التقاطع القائم حاليا هو بين المحكمة وبين مدعي عام التمييز فقط لا غير. بكل أسف حتى مدعي عام التمييز اللي هو قاضي ممتاز وبكن له كل الاحترام، عم بحكي عن القاضي سمير حمود بيملك صلاحية واحدة، انه بيتلقى من المحكمه شو مطلوب منه انه يبلغ الاعلام او جهات اخرى. ما له حق يستلم مثلا شكوى على المحكمه. انا حاولت وقت قدمت دعوه باسم 13 موكل يلي مني شهود مفترضين، جربت اني اقدمها بواسطه النيابه العامه التمييزيه على اساس انه بهالصفه بتقدر انه هي تتلقى الشكوى وتحولها. فهمت منه انه لا، وصحيح لا، الاتجاه واحد بس، مدعي عام التمييز بيتلقى من المحكمة تعليمات، منها مثلا تعميم صادر بال 2012 له علاقة بقصة الإعلام اللبناني، وأنه هي بمثابة إنذار للإعلام اللبناني أنه انتبه يا إعلام لبناني، ما تستعمل حريتك، ما تكون إعلام حر، التزم بقانون المحكمة. قانون المحكمة بيلزم المحكمة فقط. هلأ وبيلزمها ضمن اختصاصها محدد بالاتفاقية القضائية انعملت. يعني هل تتجاوز اختصاصها اليوم بالنسبة لموضوع دعوة الأخبار والجديد؟ جورج، أنا بدي أفصل بين أمرين. هاي المحكمة أنشئت لمهمة خاصة، أنا ما بطرد عليها، مأكد ما أخذ كتير على كيفية إنشاء المحكمة، ولكن هذا شيء تجاوزني. عيوب صارت اختصاصها محدد بالمادة واحد من هذه الاتفاقية بين لبنان وبين الأمم المتحدة. رح بقرأ كله. تنشأ بموجب هذا الاتفاق محكمة خاصة للبنان لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط فبراير 2005
وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين. وإذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بين 1 تشرين الأول 2004 و 12 كانون الأول 2005 أو أي تاريخ لاحق يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن هي هجمات متلازمة مع هذه الجريمة. شو معنات متلازمة؟ وفقا لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم إلى آخره الذي وقع في 14، فإن المحكمة يكون لها اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات، ويشمل هذا التلازم على سبيل المثال للحصر مجموعة من العوامل التالية: القصد الجنائي، الدافع، الغاية من وراء الهجمات، صفة الضحايا. بس حتى ما نستفيد بشيء. بس هون بيقولوا لك بس استاذ جورج، تؤدي المحكمة الخاصة وظائفها وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لبنان، وقد أرفق النظام الأساسي بهذا الاتفاق. هلا بنحكي عن النظام الأساسي إذا شو السؤال؟ لا بس سؤال، يعني بتقلك إنه هيدي القضية لها علاقة بتعريض سلامة الشهود يلي هن بتعتمد عليهم المحكمة وبتستند عليهم، مما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة. يعني هن مستندين على هذه النقطة. لما حصل التسريب اللي هلأ موضوع الملاحقة، رأسا بيصدر مارتن يوسف بيان رسمي بصفته ناطق باسم المحكمة، بيقول إنه هودي الشهود هلأ أصبحت حياتهم معرضة للخطر. هذا بنظر سيد مارتن يوسف، بنظر المحكمة، لأنه هو عم يحكي كناطق باسم المحكمة الدولية وليس كهو كشخص. أنا بخاطبه بصفته الشخصية وصفته المعنوية أيضا كناطق باسم المحكمة. بعد منه القاضي ديفيد راي، ما كان بعد رئيس غرفة الدرجة الأولى هلا، بيعمل محاضرة بجامعة الانديو هوني، بيقول فيها نفس الكلام، بيقول أنه هذا التسريب حصل وسيحصل دائما، وأسوأ ما فيه أنه قد يؤثر على شجاعة الشهود. كله هذا فهمناه، هذا برأي المحكمة سواء مارتن يوسف أو القاضي ديفيد راي. بس في مادة بالقواعد الإجراءات والإثبات واضحة جدا، بتقول وفقا للمادة 64 يتولى المدعي العام حفظ المعلومات والعناصر المادية والمواد الإلكترونية المجمعة خلال التحقيق وتخزينها وضمان سلامتها. شو بيعني هذا الكلام؟ ساعة بيقولوا لنا سرقت، ثم ساعة بيقولوا لنا سربت. في حال سرقت أو سربت، في مسؤول، مين الحارس المسؤول عن كل هالمواد هوني بموجب قواعد الإجراءات والإثبات؟ هو المدعي العام. ما فيك تلوم لا الجديد، يعني هون المسؤولية ملقاة على عاتق المسرب وليس الوسيلة التي نشرت هذه المعلومة. أستاذ ليسعون، يقول نقيب الصحافي الأستاذ محمد البعلبكي أنه استدعاء المحكمة الدولية لأي صحافي لبناني أيا كان هو أمر يتناقض مع قانون الإعلام اللبناني. أوكي، يتناقض مع قانون الإعلام اللبناني، ولكن هل هناك من سلطة أو صلاحية لأي كان لكي يوقف هذا الاستدعاء؟ بالنسبة للبنان لا. طيب بالنسبة أو للدول العربية، لأن قوانينا بتشبه قوانيننا مثلا. بس بالنسبة للمحكمة الدولية سبق وقلت لك أنه ما في اتصال بين القوى اللبنانية، ما في سلطة اللبنانية، وكأنها سلطة وصاية يعني تحولت. صح. القانون اللبناني، هون خلينا نشوف القانون اللبناني كيف يتعامل مع الصحفيين مع الإعلاميين بشكل مختصر، وانتم ناضلتوا في سبيل تعديل القوانين. في محكمة استئناف للمطبوعات، محكمة المطبوعات هي تنظر بقضايا المطبوعات، ما بكل ما يتعلق بالإعلام ككل إلا بالجرائم. ما لنا علاقة بالجرائم. ومن محكمة المطبوعات لمحكمة التمييز لك حق تنقل قضيتك لمحكمة التمييز من بعد ما يعملوا حكم فيك. نعم. وهيدي ماشي الحال ونحن راضيين عليها. وما فيها حبس لأنه في غرامات. أيام ما كان المرحوم رفيق الحريري رئيس وزارة
استبدلنا الحبس بالغرامة المالية. يعني هيدي أنا بدي أوصل لهذه المفارقة. يعني على أيام ما كان الشهيد رفيق الحريري رئيس مجلس وزراء ورئيس حكومة تم تحقيق إنجاز تم على صعيد تعديل في قانون المطبوعات بعض يمنع السجن عن الصحافي اللبناني حتى يمنعوا المسؤول ويمنعوا المثول أمام إلا محكمة المطبوعات قاضي التحقيق وبعدين على محكمة المطبوعات هيدي بعهد الرئيس رفيق الحريري بعدها ماشي لأنه في قانون هذا معمول فيه وصلنا اليوم أنه المحكمة اللي أنشئت لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري بدها تحبس صحفيين لبنانيين بدها تحاكم وسائل إعلام لبنانية. يعني هذه المفارقة ليست غريبة؟ إيه ما عم لك أنه شو لها علاقة معنا هي إذا إلها علاقة معنا تدعي علينا بمحكمة المطبوعات اللبنانية هي ما عندها محكمة للإعلام. بعد الفاصل الإعلاني أعود لأسأل الأستاذ رشاد سلامي عن موضوع أيضا كان هناك كلام من رئيس الجمهورية إلى مدعي عام التمييز لكي يتصل بالمحكمة ويتحدث عن ملائمة القانون اللبناني فيما يخص موضوع المطبوعات والصحفيين والإعلام، وما عدنا عرفنا شو صار يعني وكأنه ما صار هالاتصال. رح نرجع بعد الفاصل الإعلاني نتابع في هذا الإطار.